فرح السيد جواد بعودة أخيه المختطف، لكن مرتضى ما يزال يتصفح صور ومقاطع أخيه عبد الله وهو يعذب حتى هذه اللحظة. فرغم دفعهم فدية بلغت أكثر من 12 ألف دولار والإعلان عن اعتقال أفراد العصابة المسلحة على الحدود في شمال إيران، فإن ذوي المختطفين الآخرين ما زالوا يترقبون عودة أبنائهم. بعد الفدية تقريبا بثلاث أيام يلا ظهر هذا الكلام، فأكو مصدر قال لنا بأن هو صعدوا من خوي ومن خوي إلى تبريز. زين، بهاي التبريز احنا رحنا لهاي النقطة بحث عليه، فما بحثنا عليه وجدنا بأن هو موجود بمركز اللي هو بنفس المحطة. من لقيت أخوي وشفته زين خابرت السفارة، قلت لهم يا أني أخوي بفلان مركز موجود. كان يقولوا لي بعد أنت مالك دور الباقي يمنا، بس لازم تحضر تقابل السفير. حضرت قابلت السفير وعدني بأن يومين أشوف أخوي، يومين يستلموهم وأشوف أخوي. وهاي صار لنا تقريبا 21 يوم احنا على هالحاله. زين، وحال الضيم حالنا ما نعرف وين نطول. وجهاء واعيان البصره شددوا على اهميه اخذ وزاره الخارجيه دورها في البحث عن باقي المخطوفين في المناطق الحدوديه الجبليه العراقيه الايرانيه، فيما كشفوا ان مصير عدد من المخطوفين ما يزال مجهولا في وقت اكدوا فيه وفاة أحدهم جراء التعذيب تاركا خلفه طفلين. مشكورين على سعيهم وإيصال الشباب، بالرغم أن ولدنا عبد الله المساعد المياح لم يحضر، وعلي لقمان من أهالي بغداد لم يحضروا، وباقي المجموعة لا أعرف عددهم ولا أسماءهم. أدعو الحكومة العراقية أن تشتغل بجد، يعني حقيقة ترى إحنا تعبنا، صار لنا 32 يوم وهذا راح ندخل بثالث 33 يوم. حاولنا لقاء السيد موسى المختطف لكن وضعه الصحي لم يسمح، تحركنا أكثر فحصلنا على آخر مقطع مصور له بعد عودته إلى البصرة، بينما السيد جواد أشار إلى تعرض أخيه لتعذيب شديد أدى إلى انتكاس حالته الصحية في أثناء احتجازه. والله موسى اجى يقول متحسر على باب بيتنا، اجى شوفك الباب مالنا الحمد لله والشكر، يقول والله تأذيت هناك كلش تأذيت وكلش تعبت، وبعد ما عود هذا مراسله هو الشخص هارون اسمه، مراسله مستدرجي قايل لعبرك الكندي. فرحة لم تكتمل، فقد عاد الشاب موسى مع اثنين من المخطوفين الى ذويهم بينما الاخرون ما زالوا قيد الانتظار. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.